بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في عندي ان شاء الله طريقة لقمة القاضي التركية. المقادير اللي عندي هي عبارة عن مهلبية، وهون انا عندي صينية بدي ارشها بكاسة جوز هند. اول شي بدي احط كاسة جوز الهند ارشها، وبعدين بنطبق الروح المقادير تاعت المهلبية على الغاز. هاي بدنا اساس لما نعمل المهلبية نيجي نفردها هون على جوز الهند اللي عندنا. لازم نغطيها بجوز الهند، اذا الكاسة ما كفت بتزودوها شوية. هاي هلا المقادير اللي عندي للمهلبية: نص كاسة طحين، نص كاسة نشا، معلقة كبيرة زبدة، عندي كاسة ربع سكر حسب الحالة اذا بتحبوها، معلقة فانيلا، لتر حليب اي نوع. هون بس تخلص المهلبية ونحطها هون، في عندي زانة كريمة تخفقوها، ممكن كريم شانتيه، بدون اي شيء انتو بتحبوا تحطوه بقلبها. اول شيء هلا بسم الله نروح نطبق المقادير على الغاز. هي انا جيت هون على الغاز، بسم الله ولعته، بدي احط لتر الحليب، ولعت الغاز شوي شوي. هلا بحط المقادير، اول شي السكر بس عساس يدوب مع الحليب، بسم الله، والفانيلا. هذا بيرجع لكم كنت تحطوا بدل الفانيلا مسكة، بسم الله. هاي بس يدوب السكر، هلا نحط بسم الله الطحين. لازم يتحرك منيح لانه بتعرفوا الطحين بكتل مرات. النشا بسم الله، هاي اخر شي بنحط الزبدة بس تستوي المهلبية وتخلص. استنى ونشوف، هاي بلشت بدها تغلي، هلا نسيبها بس تغلي بنحط الزبدة. هاي قوامها، هيها جمدت، احط هلا معلقة الزبدة وحرك منيح اساس الزبدة تدوب. هاي هيك، هاي قوامها. هلا بدي اطفي الغاز واروح نحطها على الصينية. هاي جبت الصينية، هاي الطنجرة، احاول امشيها على جوز الهند هيك كلها. هاي اصبها هيك، احاول اسويها كلها مساواة واحدة. كلها نفس المساواة، هيتنا انا فردتها كلها بنفس المستوى. نسيبها تبرد منيح، يعني تبرد تماما، وبنشوف كيف بدنا نحضر هلا الكريمة. هي انا الكريمة السائلة جبتها، بدي اخفقها بس عشان صوت المكسر، ومعلقتين سكر مطحون بدي احط شوي منهم واكمل خفق عشان بس صوت. هي انا المهلبية بردت والكريمة عندي هيها جهزت. ممكن بدل الكريمة هاي السائلة تعملوا كريم شانتيه او كاسترد، اي شي حشو بتحبوها بتحطوها. هلا بدي احط الكريمة عليها سطح خفيف، يعني ما بدي اكتر، انا بس امسحها عساس بس تعطي طعم، بسم الله. وبقلبها ممكن فوق الكريمة ممكن تحطوا فستق حلبي، تحطوا جوز هند. صراحة أنا بدي أحط جوز هند، هذا بيرجع لكل واحد ذوق الحشوة اللي بحبها، هذا اختياري كله يعني. هاي هاي بدي كلها هيك أمشي عليها، لأنه هلا المهلبية كتير كتير بردت، لو ما بردت ما حيمشي شيء عليها شيء أي نوع من الحشوة، عشان تاخدها منيح. هاي هلا بدي احط جوز الهند اللي عنده مثل ما قلت اختياري، ممكن بتحطوا فستق اخضر، فستق حلبي. هاي انا بدي اقصها هيك من النص عساس نشكلها. هاي وهيك كمان على اربع قطع كبار، واحد اثنين
ثلاثة أربعة. هلأ بدي أحاول أقصها هلأ بسم الله شوي شوي من الطرف، نعملها زي الرول. إذا بتتصعبوا من الرول ممكن تقصوها الشقف هيك ونقلبها على بعض. هلأ بنعمل واحدة وبنشوف كيف. هيك مثل الرول بتلف معنا. إذا بتكون لفة واحدة والتانية خلاص أنا لفتها ثلاثة هيك. أما إذا بدكم إياها صعبة تكون هيك بتكون صعبة، بتقصوها هيك من النص وبنحطها على بعض هيك. هاي هيك بتكون طريقة أسهل، وبنقصها كمان قصة هاي هاي وبتتقدم هيك. هلا أكمل هاي الرول بسم الله، لما نقصهم كلهن وحطهن على الصينية هلا نقدمهن. هيك هياتها جهزت عندي، هياتها ممكن تحطوها بالبراد، هذا حسب شو بعجبكم. وصحة وهنا إن شاء الله بتعجبكم الطريقة، وما تنسوا تشتركوا بالقناة. وصحتين إن شاء الله.